للاطلاع على سير الأعمال وآخر ما توصلت إليه ملاكات قسم الصيانة الهندسية من إنشاء إرادة إنعاش المصابين بوباء كورونا في مستشفى الهندية العام، أجرى وفد من العتبة العباسية المقدسة ضم نائب الأمين العام وعددا من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أقسامها، يرافقهم مدير دائرة صحة كربلاء جولة ميدانية في المشروع الذي من المؤمل افتتاحه في الأيام المقبلة. في هذه الظروف ونشوف الأبطال اللي عملون 3 شفتات، أبطال الصيانة الهندسية والأقسام الأخرى المؤتلفة وياهم، نلاحظهم حقيقة خلية نحل متواصلة، واللي تقريبا يعني عمل يعني إذا منقول سنوات نقول يمتد إلى عدة أشهر وينجز في أيام، فهو هذا نفسه مصداق حقيقي إلى الجهد المتواصل والعرق المتواصل والنية الخالصة. الحقيقة هذا العمل الذي تقوم به العتبة العباسية هو يحوي رسالتين. الرسالة الأولى هو رسالة اطمئنان للمواطن العراقي وفي كربلاء بصورة خاصة، باعتبار تواجد أماكن مخصصة لائقة على مستوى عالي للمرضى موجودة في المؤسسات الصحية في كربلاء ودعم من العتبة العباسية. هذا الرسالة. والرسالة الثانية هي رسالة من مهندسين وفنيين الأبطال في العتبة العباسية أنهم قادرين على إنشاء أي مشروع خدمي صحي ضمن فترة قياسية أسوة بدول العالم. استنفار تام من قبل ملاكات القسم لإنجاز المشروع وإدخاله الخدمة الصحية، ليضيف 35 غرفة منفردة ذات مواصفات طبية قياسية وفترة وجيزة، ليثبتوا مرة أخرى بأن السواعد العراقية قادرة على عمل المستحيل إذا توافرت لها الظروف الملائمة. والله نطمن أهالي كربلاء الكرام أنه العتبة العباسية هي الداعم الرئيسي لكل الأعمال اللي يحتاجوها أهالي المدينة، إن شاء الله من جهات الصحة أو من الجهات الخدمية الأخرى. ساعات العمل تقريبا تستمر يومياً 18 ساعة، نحاول قدر الإمكان قبل بداية شهر رمضان أن ننهي العمل بهذا الموقع. أيام قليلة تفصلون عن افتتاح المرفق الصحي الثاني الذي تنجزه الملاكات الهندسية والفنية في العتبة المطهرة في كربلاء، ليحقق العز الطب التام للمرضى في ظل تفشي وباء كورونا، وكبادرة ستخدم القطاع الصحي حتى بعد انتهاء هذا الوباء.